موضوع غسيل الكلى بنهتم بيه جدا، لان في مرضى ما عندهمش رفاهية الانتظار ولا يستطيع انه ينتظر. وقدنا من هذا البرنامج حملة اتت ثمارها متعلقة بان تعالوا ننقذ مراكز الغسيل الكلوي، حكومية ولا خاصة حتى، لانك انت لما بتنقذها يعني بتدفع للمريض نفسه نتيجة ان الادوية مختفية والكبسولات مختفية، وبالتالي هنا في حالة ضبابية. بنختار مستشفيات في أكثر من محافظة، النموذج اللي هتشوفوه موجود في محافظات كثيرة. لا يجب أن ننتظر على مرضى الغسيل الكلى، بيغسلوا الكلى، لكن يا جماعة في مسؤولين في الصحة في محافظات مختلفة عايزين غسيل ضمير، سايبين الناس يموتوا وسايبين الناس بهذا الشكل. يعني تعالوا نحاول ان احنا نساعد الناس، وقلنا انها قضيه مجتمعيه، ولما قدنا حمله من هذا البرنامج تضامن عدد كبير من الناس وقالوا تعالوا نشوف ايه مراكز الغسيل الكلوي ونحاول ان احنا نساعد المرضى ونشوف ازاي نساهم مع المرضى. مشكلات بالجملة يعانيها مستشفى الصف العام، لا سيما قسم أمراض الكلى، حيث نقص في الأجهزة الطبية ونقص في الأدوية ونقص في الأطباء، فضلا عن إهمال تسبب في معاناة حقيقية للمواطنين. الناس دي محدش حاسس بألمها بوجعها غير ربنا سبحانه وتعالى. كل يوم في ناس بتموت بسبب الإهمال في المستشفيات. احنا هنا مرضى فشل كلوي وجايين بنغسل ولسه مخلصين غسيل حالا دلوقتي. احنا في المستشفى احنا بنعاني من عدم وجود اطباء، المكن عطلان، اعطاله كتير جدا. انا تعبانه ضغط عالي ومش لاقي دكتور حتى يديني اي حاجه للضغط. احنا عندنا من بعد الساعه 10 مفيش دكاتره، والمكن اللي بايظ. انا بسيب الجلسه كل مره بروح اتعب ما اقدرش اخد نفس. اللي جوه اللي بيصلح الاجهزه يقول لك انا مش من اختصاصي، ده انا فني. فيش حوانيفو ولا لابالكس، دي ما بتجيش خالص، بقى 10 شهور ما جاتش المستشفى. اكتر من شهر اهوت ما فيش كبسول خالص، بقى 3 ايام في الاسبوع. كل الناس اللي بتغسل دي عندها نفس الدم. ولا دكتور ولا حد بيسال فينا خالص، انت ما دماغك تعبان وكله تعبان، ولا في علاج ولا في اي حاجه، ولا في دكتور بيسال فينا. وايديا ايه؟ شايف ايديا عامله ازاي؟ ولا حد بيسأل، ولا حد بيقول بتاع ايدي يدينا مرهم ولا حاجة تعمل تدين. واحد بيغسل وجسمه وارم، واحد قاعد ايده بتترعش، طب وده اذا كان ده كده وهو في المستشفى، امال في البيت بيعمل ايه؟ المكان هنا عندهم متهالك، الكبسولات ناقصة، مفيش دكاترة بتيجي تقيس عندهم الضغط. كل اللي بيتحمل كل حاجة هي الممرضة، التمريض بس هو اللي بيتحمل كل حاجة، مفيش دكتور بيخش يشوفهم. الناس دي تعبانة جدا. احنا اهم حاجة عايزينها ان احنا قسم الفشل الكلوي ده يبقى كويس ونجيب مكانات كويسة للناس دي. مستشفى الصف مفيش اعتنا بالمريض خالص. انا لما بتكلم عن مريض فشل واحد مريض فشل كلوي، يعني راجل خلاص وصل لأصعب مرحلة في حياته، ما ينفعش يتعالج بره، ومحدش يقدر يعالجه بره، لا هو ولا غيره ولا اي حد يقدر يتعالج بره. اذا ما كناش احنا نقدر نوفر لهم كدوله وكوزاره الامكانيات الخاصه بالعلاج بتاعه يبقى يموت. هنكمل معاكم في حملات مساعدة مرضى الغسيل الكلوي اللي لا يمكن أبدا إنهم ينتظروا، أو نقول لهم استنوا لغاية ما الكبسولات تيجي أو لغاية ما تبقى عندنا في مستشفيات تعالوا ننقذهم، لأن الحقيقة في أمراض معينة لا يمكن للمريض فيها إنه ينتظر وما عندوش بدائل تانية يعني. وبالتالي يعني احنا بنقول له موت، لا تعالوا نساعدهم زي ما انطلقنا من هنا في حملات بقدر المستطاع يعني وفقا لاستطاعتنا.